السلام عليكم. صنعاء مدينة مخنوقة ممنوعة من الكلام والسلام ومستلبة القرار والمصير، هذه هي الصورة التي تبدو عليها العاصمة التي تعيش ليال حزينة وجريحة وقمعا كتلك الليالي التي عاشتها مدينة سام لحظة أيلول الأسود 21 سبتمبر عام 2014. اعتقالات ومداهمات في المدينة الرهينة، حملة اغتيالات وإعدامات ميدانية وفرض القوة القهرية وملاحقة قيادات المؤتمر بصنعاء وكل المحافظات والمديريات الخاضعة لسيطرة الانقلاب، فيما يشبه المسلك الخميني في طهران لحظة الانقضاض على الشركاء. المدينة المسكونة بالترهيب وحيدة بلا حماية للمدنيين، والشجاعة الوحيدة التي يمكن تدوينها للتاريخ هي شجاعة نساء صنعاء، ابتداء من رابطة أمهات المختطفين وصولا إلى المظاهرة النسائية اليوم التي كسرت الصمت والجبن في صنعاء. بحسب مراقبين، شهدت المدينة اليوم إرهاب النساء والاعتداء عليهن واختطافهن إلى مكان مجهول. جماعة كسرت كل الأعراف والتقاليد والقيم البشرية والقبلية والدينية، ولم تترك جريمة إلا وارتكبتها. كثير من الأسئلة تطرح في هذا الظرف العصيب، ومن بينها: لماذا غابت الأصوات المنادية بحماية المدنيين في صنعاء؟ كيف تحولت الأجهزة الأمنية إلى قوة قاهرة بيد الميليشيات؟ هل انتهى عصر الحرس الجمهوري وبدأنا عصر الحرس الثوري؟ حول هذه التساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. لكن الله أكبر عليكم يا حوثي، ولا حوثي بعد اليوم، ونتمنى ثورتنا. هكذا تعاملت ميليشيا الحوثي مع متظاهرات من حزب المؤتمر طالبنا القتلة الحوثيين بتسليم جثة صالح. المتظاهرات التي تجمعنا أمام المستشفى العسكري وفي ساحة 70 تعرضنا لاعتداءات جسيمة وأنباء عن اختطاف بعضهن. أصبحت صنعاء رهينة قبضة حوثية غليظة، فمنذ مقتل صالح يواصل الحوثيون اقتحام المنازل وملاحقة قيادات الصف الأول والثاني من حزب المؤتمر والتنكيل بهم. القيادي محمد علي الحوثي اعترف أنهم يتحفظون على مجموعة من أبناء ومعاوني صالح لديهم، والوقائع تقول إنهم يسعون لاجتثاث من تبقى من المؤتمريين الفاعلين في صنعاء. صنعاء أصبحت مدينة نصفها خائف وموحش ومدمر، فيما يمارس نصفها الآخر الغطرسة والدوس على مشاعر من كانوا بالأمس حلفاء الحوثيين، فالاحتفالات والرقص والتشفي هو ما يقوم به الحوثيون اليوم. سفير اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني قال لقناة بلقيس إن الحوثيين قتلوا أكثر من 1000 مدني خلال الأيام الماضية قبل وبعد مقتل صالح، وقال سيتحمل الحوثيون المسؤولية القانونية عن هذه الجرائم ولو بعد حين. القتل والتدمير والانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الحوثيون دفعت إلى التساؤل: هل أصبحت صنعاء في قبضة النسخة الحوثية من الحرس الثوري الإيراني؟ مواطنون في صنعاء قالوا إن المدينة تعيش أسوأ أيامها، فلم ترى جريحة وكئيبة كما هي عليه اليوم، فالأزقة والشوارع تبكي السجن الذي وضعت فيه هذه المدينة. الرئيس هادي ونائبه محسن كان قد أعلن قبيل وبعد مقتل صالح عن تحريك 7 ألوية عسكرية لمعركة تحرير صنعاء. تغرق هذه المدينة في الظلم حتى تصل قعرة، ثم ما تلبث أن تستنشق عبير الحرية من جديد. هذا هو تاريخها وتلك هي صنعاء. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني التي ستناقش الوضع في العاصمة صنعاء التي باتت كما يبدو مخنوقة ممنوعة من الكلام والسلام وحتى مستلبة القرار والمصير، وتبدل فيما يبدو أن تبدلت قوات الحرس الجمهوري فيها إلى حرس ثوري، أو كما نشاهد في هذه العاصمة التي شهدت اليوم مظاهرة نسائية لأعضاء في حزب المؤتمر كما قيل،
وتم التنكيل بهن من قبل ميليشيات الحوثي في داخل العاصمة صنعاء، وتم ضربهن وكذلك الاعتداء عليهم بالكهرباء والأعصي. كذلك في العاصمة صنعاء التي تشهد وضعا صعبا من الناحية الخدماتية وكذلك من ناحية التوفر الأمن بداخلها، باعتبار أن هناك خلال الأيام الأخيرة حصيلة كبيرة من القتلى والجرحى في المواجهات سواء عسكريين أو مدنيين بداخل هذه المدينة. منظمة الصليب الأحمر الدولية تتحدث عن قتلى يتجاوزون 200 وإصابات بالمئات في داخل العاصمة صنعاء خلال الأيام الأخيرة بتزايد مستمر. كما يبدو هناك من يتحدث على أن هذه الأعداد تتزايد بسبب أن هناك مستشفيات جديدة تعلن عن الإصابات والقتلى، وهناك من يتحدث على وجود عمليات تصفية ميدانية لأفراد من المؤتمر الشعبي العام. على كل حال سنناقش كل هذه الأشياء في حلقة اليوم من المساء اليمني. ينضم إلي الآن مشاهدينا الكرام السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ البراء شيبان. أهلا بك أستاذ البراء. أهلا وسهلا بك وأهلا بالمشاهدين الكرام. حياكم الله. إذن أستاذ البراء، صنعاء كما يبدو باتت مسرحا مفتوحا لانتهاكات بلا أي رادع بالنسبة لميليشيات الحوثي دون لكل معارضيها. كيف تتابع الأمر في هذه العاصمة المستلبة؟ أنا أعتقد أنه منذ البارحة أعتقد أنه آخر قشرة فيما تبقى من نظام اليمن الجمهوري قد ذهب وولى. في الأمس نحن نطوي 30 سنة من العمل السياسي داخل اليمن. كان يتصدر المشهد خلال فترة طويلة حزب المؤتمر الشعبي العام، وكان بقاء حزب المؤتمر الشعبي العام كفاءة الرئيسي في الساحة، أو وجوده كحزب سياسي كان عامل مهم لأي عملية سياسية ولبقاء النظام الديمقراطي وأسس الجمهورية اليمنية التي تأسست على مبادئ التعددية السياسية ووجود الآراء المختلفة. أعتقد الآن حزب المؤتمر الشعبي العام ستحاول جماعة الحوثي القضاء عليه تماما مثلما حاولت القضاء على بقية كل الخصوم السياسيين. اليوم للأسف الشديد يدفع اليمن الجمهوري ثمن سنوات من تجريف العملية السياسية، وكنا نراهن كانت هناك مراحل ثلاثة بالنسبة لي أعتبرها. كان أول عملية لتقويض العملية الديمقراطية في اليمن كانت في عام 1994 عندما تم إقصاء الحزب الاشتراكي اليمني. المرحلة الثانية أعتقد كانت في عام 2014 عندما حاول تجريف وإقصاء حزب التجمع اليمني للإصلاح. ثالث مرحلة والمهمة هي بالأمس والأيام القادمة في محاولة تجريف وإنهاء أي دور لحزب المؤتمر الشعبي العام. بهذه أعتقد صنعاء والمحافظات الشمالية تصبح مسرحا لميليشيات عقائدية، ويصبح المشروع الوحيد المقابل لهذه الميليشيات هي إيجاد ميليشيات عقائدية مقابلة، وهذا هو الخطر الأساسي الذي يتهدد وجود وكيان الدولة اليمنية. لكن إذا ما يعني ركزنا بداية أستاذ البراء على الوضع بداخل العاصمة صنعاء، الآن هناك حديث عن عمليات تصفية وإعدامات ميدانية، ليست هناك يعني صور أو فيديوهات تؤكد ذلك على الأقل إلى الآن. هناك أيضا اعتداءات على مسيرات نسائية قامت بها يعني نساء بداخل العاصمة صنعاء في ميدان 70 وأمام ربما المستشفى العسكري في صنعاء. هذا كله يعني ما يجري الآن في صنعاء، هناك كما يبدو صوت واحد بالنسبة للإعلام بداخل تلك المدينة باستثناء ما يسرب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وما شابه. كيف هو الوضع إنسانيا في المدينة؟ أنا أعتقد الآن النقطة الأساسية أنه الآن لن يبقى أي صوت غير من يسبح بحمد عبد الملك الحوثي، لن يبقى أي صوت معارض، لن يبقى هناك أي آراء متعددة.
كل الناس ستوجه بوصلتها باتجاه عبد الملك الحوثي وباتجاه الجماعة الحوثية، ومنهم من الكثير أنا أتوقع اليمنيين حتى من المعارضين سيحاولوا فقط التجنب التصادم مع هذه الجماعة. بالنسبة للحالة الإنسانية، توقعي الشخصي أن ميليشيات الحوثي ستحاول إضافة أعباء إضافية من ناحية مزيد من الضرائب على المواطنين، المزيد من الجمارك، وكانت قد استحدثت أصلا في فترات سابقة نقاط جمارك مختلفة سواء في ذمار أو البيضاء أو غيرها من المحافظات يدفع ثمنها في الأخير المواطن اليمني. الكثير من المواطنين اليوم لا يتلقوا مرتباتهم، وأعتقد أنه الآن كل ما تبقى من أي محصول تحصله جماعة الحوثي سيذهب لمزيد من الحروب، مزيد من الدماء، في الأخير يدفع المواطن اليمني الثمن النهائي، الكلفة النهائية لهذه الحرب ولمشروع الحوثي التوسعي الذي أنا أتوقع أنه الآن يشعر أنهم في قمة سطوتهم، يشعروا بنشوة كبيرة الآن أنهم حققوا انتصار، يعتبروا هذا انتصار إلهي نازل لهم من السماء، وأتوقع الآن أنهم سيحاولوا المضي قدما في اقتحام بقية المدن والمحافظات خصوصا التي أخرجوا منها خلال الأيام القليلة الماضية عندما قام المؤتمر الشعبي العام بهبة شعبية أو انتفاضة في وجههم. طيب هذه يعني الهبة الشعبية عندما تحدث هناك أكيد قرارات كانت يعني تم وضعها بالاعتبار، هناك الكثير من ردود الفعل التي كانت لدى ميليشيات الحوثي التي يجب أن يكون تم وضع اعتبار لها. كيف يمكن قراءة أن ما حدث الآن بالنسبة لحزب المؤتمر بداخل العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي تقع تحت يعني سيطرة الميليشيا يجري بهذا الشكل؟ هل هناك مساعي من قبلهم للخروج إلى أماكن تسيطر عليها الحكومة الشرعية للانضمام لمن بالفعل هو يحارب هذه الميليشيات الإمامية أم لا؟ أنا أعتقد يعني الآن عامل مرة أخرى وأنا قد ذكرتها في عديد المقابلات خلال الأيام القليلة الماضية، الوقت ثم الوقت ثم الوقت، التأخر والتباطؤ الذي تقوم به الحكومة الشرعية ويقوم به الرئيس هادي ويقوم به علي محسن الأحمر، هناك تباطؤ أنا بالنسبة لي غير مبرر. ترك أفراد المؤتمر الشعبي العام فريسة لجماعة الحوثي بهذه الطريقة خطأ استراتيجي، سندفع الجميع سيدفع 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 ثمنه. الآن المؤتمر الشعبي العام يشعر أنه معزول، يشعر أنه وحيد في مواجهة هذه الميليشيات، وآلة القمع الحوثية ستحاول تجريف أي شخص حاول أن يفكر حتى في مناهضتها أو حتى كتابة منشور على الفيسبوك أو تغريدة في أي مواقع من مواقع التواصل الاجتماعي. التأخر هذا والتباطؤ الذي يحصل من قبل الحكومة الشرعية والجيش الوطني أعتقد أنه خطأ استراتيجي، سندفع الكل سيدفع ثمنه. المؤتمر الشعبي العام في الأخير هو حزب كبير جدا، هذا الحزب بذهاب صالح ترك إرث، ولكنه إرث ثقيل وإرث كبير، يستطيع أن يوظف في الاتجاه الصحيح في خدمة اليمن الجمهوري إذا ما كانت هناك قيادة تستطيع التقاط اللحظة وتسيير دفة المعركة باتجاه أن هذه معركة اليمن الجمهوري ضد المشروع الإمامي، ونستطيع أن ننتظر ونتباطأ حتى يحول الخطاب إلى مشروع طائفي، وأن تكون جماعة الحوثي تقدم نفسها أن هي من تواجه فكر متطرف آخر، ويذهب اليمن الجمهوري ما بين الصراعات الأيديولوجية التي أعتقد أنها لا تخدم أحد. في الأخير أيضا هناك خطاب متطرف تقوده بعض للأسف شخصيات من بعض الأحزاب اليمنية لا يخدم القضية اليمنية. وصف جماعة الحوثي بأنهم هؤلاء المجوس أو الروافض، هذه التعبيرات التي هي قبيحة ولا تمت لجوهر القضية اليمنية ومشكلة القضية اليمنية الصراع. أن هذه جماعة انقلبت على المشروع الوطني وانقلبت على مشروع الحوار الوطني وانقلبت على أسس الجمهورية اليمنية، خطاب خطير جدا يجر اليمن إلى أتون صراع طائفي
بعيد ليس له أي دخل بأصل المعركة مع جماعة الحوثي. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد البراء. تنضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام عبر الهاتف أحد المشاركات في الوقفة اليوم بصنعاء، سيدة أمل يحيى معنا عبر الهاتف من صنعاء. أهلا بك سيدة أمل، إذا حدثينا عن ما جرى لكم اليوم في العاصمة صنعاء. أهلا وسهلا فيك وسعد الله مساءكم. اللي حصل اليوم أنه خرجنا مئات من البنات في ميدان 70 جانب جامعة صالح حاملات صورة الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، نهتف جميعا بصوت واحد لا إله إلا الله شهيد حبيب الله. هدفنا من المسيرة المطالبة بجثة وجثمان الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح. فجأة قام مجموعة من الحوثيين أو بالأصح القتلة السفاحين بالاعتداء علينا بالأعصية العادية ثم الأعصية الكهربائية. طبعا جرحت العديد من البنات، أدموا العديد منهم في الوجه في الأيدي. طبعا لم يخضعن البنات وقاومنا ثم أطلقوا الرصاص الحي على البنات. أيضا تم اعتقال تفضل. تم اعتقال أكثر من 50 بنت وأخذهن فوق باص. طبعا أخذوهن إلى جهة مجهولة لا نعلم إلى اللحظة أين مصيرهن، ونطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي منظمات حقوق الإنسان بإنقاذ المعتقلات قبل أن يتم تصفيتهن وقتلهن كما عملوا بالقيادات ومشايخ المؤتمر الشعبي العام. طبعا في 3 بنات إصابتهم بليغة جدا ويمكن تؤدي إلى وفاتهن. أيضا في مجموعة من القيادات التابعة للمؤتمر الشعبي العام نسائية تم فرض الإقامة الجبرية عليهن، ممكن قتلهن أو تصفيتهن في أي لحظة. من هن؟ في مجموعة لحد الآن اسمائهم ممكن نوافيكم بها إن شاء الله، في الأستاذة فائقة السيد، الأستاذة نورة، وفي مجموعة كبيرة جدا ممكن نوافيكم بأسمائهن إن شاء الله في أقرب وقت. طيب الآن عندما كنتم أنتم في ميدان 70 وحصلت هذه يعني عملية الاعتداء عليكم، هل يعني من كان متواجدا في هذا المكان كيف كان موقفه؟ هل كانت هناك يعني هل كان هناك وجود أحد غير مسلحي الميليشيا ممن قاموا بالاعتداء عليكم؟ كل الموجودين بالنسبة للي اعتدوا جميعهم حوثيين مسلحين، الموجودات كلها بنات نساء، مسيرة سلمية لا يوجد فيها أي سلاح أو في أي شيء، قاموا بالاعتداء فجأة وعلى من؟ على نساء. يعني كل هذه القوة اللي طلعت والرشاشات والضقومات ويعني مأساة بكل ما تعنيها الكلمة، أمام من؟ أمام مرأة؟ وإيش بتقول؟ يعني بتقول لا إله إلا الله شهيد حبيب الله. يعني اليوم النساء في شوارع صنعاء بتتفتش شناطنا، بتتفتش المرأة لأول مرة في حياتنا. اليوم حقوق المرأة تنتهك في اليمن، حقوق المرأة بشكل عام مع الشعب كله تنتهك. اليوم الحرمات في اليمن تنتهك تماما بسبب الكهنوتيين الحوثيون. طبعا هذا دليل على ضعفهم وعلى خوف وعلى جبانة، ولن نخضع بإذن الله ما دمنا أحياء وما دم فينا دم ينبض بإذن الواحد الأحد. طيب أنتم عند خروجكم سيدة أمل يحيى هل كنتم تتوقعون حدوث ذلك؟ مش يعني كنا نتوقع، هو طبيعي أنهم بيعملوا هذه الأشياء بس مش للدرجة اللي كنا أنهم يعتدوا علينا بالرصاص وبالعصية الكهربائية، ممكن بعصي ممكن بس بإطلاق نار على نساء على مكالف يعني وصلت بهم إيش أنا صعب أن أنا أتكلم يعني لفين وصلت بهم، لأنه الحوثي أصلا فاقد للهوية الإسلامية والإنسانية، فاقد للأصالة والشهامة اليمنية. يعني وصلت رجولتهم وشهامتهم يعتدي على نساء. طيب الآن ما المتوقع أن تقوم؟ تفضل، ما الذي ستفعلونه الآن إزاء كل ذلك، إزاء من تتحدثين على أنهم اعتقلوا أكثر من 50 اعتقل؟ هو نطالب، ما الذي نطالب، نطالب المجتمع الدولي، مجلس الأمن الدولي، منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة، كل الجامعة العربية، دول التحالف، كل 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 من له صلة بالإنسانية أن يحاولوا يفكوا أسرى المعتقلات، وحيعتقلوا أكثر. اليوم التلفونات تفتش، النساء تفتش، ممكن يأخذوا أي واحدة. يعني هؤلاء نحملهم المسؤولية الكاملة، مجلس الأمن حقوق الإنسان بالذات نحملهم المسؤولية الكاملة في مصير وأرواح هؤلاء النساء المعتقلات. طيب الآن سيدة أمل يحيى، الآن عندما نتحدث عن هذا الخروج، هل تنوون التنسيق مع بقية القطاعات النسوية سواء أحزاب أخرى أو أطياف في منظمات الفاعلة بالمجتمع المدني للخروج واكتساب الخبرة من خلال التجربة التي خاضنها
خلال الفترة الماضية من يعني القمع والمواجهة أمام الميليشيات؟ أكيد بإذن الله معنا مسيرة إن شاء الله بإذن الله السبت، وسنقوم طول الأسبوع طول الشهر وطول كل السنين سنخرج إلى أن ندحر الحوثيين بإذن الله، وندافع على كرامتنا وعلى زعيمنا وعلى شهامتنا وعلى رجولتنا بشكل عام رجال ونساء في اليمن، وهذا أقل واجب إن احنا نعمله كنساء. خروجنا في المسيرات سنستمر وسنناضل دائما وأبدا بإذن الله إلى أن نأخذ بثأر كل إنسان مظلوم، بكل مرأة، بكل إنسان دفع حياته بسبب هؤلاء، يعني صعب كل الكلمات تصف إساءتهم. أشكرك سيدة أمل يحيى، أحدى المشاركات في الوقفة اليوم بصنعاء في ميدان السبعين، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا لك. العودة إليك سيدة البراء، سمعت ما تفضلت به، ما التعليق؟ أنا أعتقد أنه هذا يعني مشهد مشابه غير بعيد لما شهدناه بعد سبتمبر 2014 عندما كانت تقوم جماعة الحوثي بالاعتداء تقريبا على أي صوت بالإمكان أن يعارضها. اعتقل الصحفيين حتى النساء لم يسلم، ولذلك أنا أشدد على أهمية عدم ترك أفراد المؤتمر الشعبي العام أن يواجهوا مصيرهم مع هذه الميليشيات. يجب أن نتعلم الدروس المستفادة التي كانت من قبل خلال الفترة، خصوصا من سبتمبر 2014 إلى مارس 2015. هذه مرحلة مهمة يجب دراستها وإعادة تقييم أين كانت الأخطاء وما الذي يمكن فعله لخلق اصطفاف وطني حقيقي بمواجهة جماعة الحوثي. هل تتوقع أن يعني يحدث نوع من التفاعل مع يعني بداخل صنعاء مع هؤلاء النساء من قبل من يعني من يتواجد هناك من سياسيين من فاعلين مجتمعيين؟ يعني أنا أعتقد أنه للأسف الشديد منذ 2011 أو حتى قبلها، يعني إذا عدنا إلى 2006 تقريبا في اليمن، كانت هناك قطيعة شبه كاملة ما بين الأحزاب السياسية وناشطين المجتمع المدني في اليمن، وتم هناك استقطاب حاد ما بين الأحزاب اليمنية حتى حدث ما حدث في عام 2011. المرحلة الآن هي مرحلة مختلفة، ومن هنا أنا أحاول أن أشدد أنه لا يجب علينا الآن أن نستذكر كل الخلافات، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة. في الأخير المؤتمر الشعبي العام عندما كان موجودا داخل العملية السياسية استطعنا أن نصل معه إلى كثير من التفاهمات، وأعتقد أبرزها كان مخرجات الحوار الوطني، وكانت تمثل رافعة أساسية لأي مشروع وطني ممكن أن يبنى في المستقبل. النقطة المهمة التي أريد أن أذكر بها كل المواطنين أن الحزب المؤتمر الشعبي العام تأسس عندما تم تصويت من قبل فئات عريضة من قبل المجتمع اليمني على مشروع الميثاق الوطني، وكان أول دستور يمني يصاغ بمشاركة كل الأطياف السياسية وكل الفئات، وكان يذهب التصويت إلى داخل القرى وداخل العزل اليمنية، وتم إنشاء حزب المؤتمر الشعبي العام كأول رافعة سياسية حقيقية لليمنيين، خصوصا فيما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية. بعد ذلك توسع المؤتمر الشعبي العام وبدأ يخوض نشاطه السياسي داخل المحافظات الجنوبية، ولكن للأسف في فترة معينة اختزل المشهد داخل المؤتمر الشعبي العام من خلال أفراد معينين، ولا أريد أن نخوض الآن في كل هذه التفاصيل، ولكن المهم أن نذكر أن قيام ورافعة المؤتمر الشعبي العام قام على أساس أنه حزب سياسي مدني ديمقراطي ويحمل مشروع راية اليمن الجمهوري. لكن يعني هناك الكثير يعني من الحديث على أنه أكلت يوم أكل الثور الأبيض، لكن بكل تأكيد ربما القمع الآن الحاصل على جميع الأحزاب السياسية والفاعلين في منظمات المجتمع المدني وفي التيار المدني سيعطي ربما نوع من التوحد تجاه هذه القوى الإمامية. سنعود للحديث حول هذه النقطة أستاذ البراء، لكن دعنا نذهب إلى فاصل قصير نستأنف من بعده النقاش مشاهدي. أنا أشهدكم الله، اخرجوا عيالنا، اخرجوا أخواتنا، أنا أشهدكم الله بحق الأخوة، بحق الإسلام، خافوا من الله، احنا كلنا يمنيين، أسألكم بالله اخرجوا عيالنا من السجن.
تستطيع لا يخرج تخرج لا يخرج زوجها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أعود إلى ضيفي الأستاذ البراء شيبان. أستاذ البراء، سمعنا في هذا البرومو الذي عرض في هذا الفاصل أمهات المختطفين وهم يطالبن بإخراج أبنائهن، يبدو أنه من خلال حديث السيدة أمل يحيى أنهم يقولون أن هذه أول مرة يشاهدن ما حدث بالنسبة لهم. الآن ربما الوجع أصبح عاما، هناك حاجة إلى توحد بشكل أو بآخر، هل ترى أن هذه فرصة مناسبة لكي تذوب هذه الخلافات، لكي تتضح البوصلة أكثر الآن نحو معركة اليمنيين؟ نعم، أنا أعتقد الآن لا توجد فرصة مواتية أكثر من الآن. جماعة الحوثي عندما قامت وتقوم الآن، وأنا أتوقع أن جماعة الحوثي إذا لم يتم كبح جماحها خلال الأيام القادمة ستمارس بشع، يعني فظاع بشع خلال الفترة المقبلة. أنا أتوقع أن قيادة المؤتمر ستقوم جماعة الحوثي بمحاولة تصفيتها أشبه بما قامت به جماعة الخميني في إيران إبان الثورة الإيرانية. وأريد أن أذكر الجميع أن الثورة الإيرانية عندما انطلقت كانت ثورة تحمل كل فئات مختلفة من الشعب اليمني، الشعب الإيراني عفوا، شارك فيها اليسار إلى اليمين إلى الوسط، وكانت عبارة عن مشاركة جماهيرية عريضة، ولكن تم استئصال بعد ذلك كل الشخصيات. ولذلك أنا أعتقد أنها لحظة مهمة جدا وفارقة في تاريخ اليمنيين. الآن أنا أعتقد بما قامت به جماعة الحوثي أنها وحدت الآن كل اليمنيين تجاه عدو ظاهري، وأصبح المشروع بالنسبة لليمنيين إما بقاء اليمن الجمهوري أو استعادة الإمامة أو جمهورية بشكل ولاية الفقيه مثلما هي موجودة داخل إيران. المرحلة حساسة والمرحلة خطرة، ولكن نقطة التفاؤل والنقطة الإيجابية التي يمكن البناء عليها أن الآن اليمنيين لديهم فرصة حقيقية للتوحد وللوصول إلى نتائج إلى 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 اصطفافات مدنية وطنية تستطيع أن تنجز مشروع الحوار الوطني، تستطيع أن تنجز إقامة الدولة اليمنية والعودة إلى حيث كنا. في الأخير نحن الآن مرة أخرى، نحن الآن لسنا في مرحلة 2011، الآن نحن في مرحلة أخطر بكثير. المرحلة الآن هي إما بقاء اليمن الجمهوري أو ستدوسنا الإمامة وستدوس كل يمني وكل مشروع وطني باقي على أرض اليمنية. طيب دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ البراء، رئيس فرع المؤتمر بالحديدة سيد عصام شريم. أهلا بك أستاذ عصام. إذا فقدنا الاتصال، سنحاول إعادة التواصل مع عصام شريم رئيس فرع المؤتمر بالحديدة. بالعودة إليك أستاذ البراء، يعني بقية المحافظات التي تقبع تحت سيطرة الميليشيا، هل تشهد ذات القمع الذي يحدث الآن بالنسبة لكوادر المؤتمر أتحدث؟ بقية المحافظات أنا أؤكد لك أنها تشهد قمع مضاعف، قمع أكثر بكثير مما تشهده محافظة صنعاء. بقية المحافظات أنا أتوقع أنه يعني ليس أتوقع، هذا الواقع. خلال اليومين فقط اليومين الماضيين تم تفجير منازل العديد من قيادات المؤتمر، سيتم تغييب الكثير من كوادرها، خصوصا الذين امتلكوا الجرأة والخروج في يومي السبت والأحد، والذين حاولوا مواجهة جماعة الحوثي سواء في محافظة المحاويت أو محافظة ذمار أو محافظة حجة أو المحافظات الرئيسية التي انتفضت في وجه جماعة الحوثي. المرحلة كانت مرحلة مرحلة أمل بالنسبة لأفراد المؤتمر في ذلك العام، يعود إلينا سيتم الانتقام منهم بشدة. يعود إلينا سيد عصام شريم رئيس فرع المؤتمر بالحديدة، أهلا بك مجددا شيخ عصام. أهلا وسهلا فيك، حياكم الله. إذن شاهدنا ما يحدث في العاصمة صنعاء وما تقوم به ميليشيات الحوثي هناك، هل
يعني ما الذي يحدث بالنسبة لكوادر المؤتمر في المحافظات الأخرى التي تقع تحت تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب خصوصا في الحديدة؟ يا عزيزي، في البداية نعزي أنفسنا ونعزي الشعب اليمني وكافة القواعد وقيادة المؤتمر الشعبي العام وأسرة الشهيد الراحل وعلى رأسهم العميد أحمد علي عبد الصالح. وأحب أن أطرح لك نقطة مهمة قد لا ينتبه إليها الكثير. كان المؤتمر الشعبي العام بحجمه الواسع كان عليه ضريبة وطنية للانضمام إلى الصف الوطني واللحاق بركب الثورة ضد هؤلاء. فمن الطبيعي عندما اقتحمت القنوات وعندما حبس الناس واعتقلوا وكذلك شرد الناس من بيوتهم، وكان المؤتمر الشعبي العام في حينه يعني يعتقد أن هؤلاء الناس يمكن أن يكون لديهم نوايا حقيقية في بناء دولة، وكانت القصة أن عقوبة المؤتمر مؤجلة فقط لديهم. وأنا في اعتقادي أن هذه ضريبة وطنية كان لابد للمؤتمر الشعبي العام وقياداته وكوادره أن يدفعوها من أجل اللحاق بالركب الثوري والصف الوطني والعودة إلى الاصطفاف مجددا ضد هذه العصابة الماركة التي لا يمكن أن يتم القضاء عليها إلا بوحدة يمنية كاملة وبالوقوف صفا واحدا في مواجهتها من قبل كافة القوى السياسية المتعددة. ولنعتبر أن علي عبد الله صالح أنه مثل أيقونة بوفاته لوحدة اليمنيين للاصطفاف مجددا في مواجهة هذا المشروع الفارسي الذي يريد أن يمزق اليمن وأن يذهب به بعيدا عن محيطه العربي. طيب، في هذا السياق إلى أي مدى أنتم في قيادات المحافظات لديكم تنسيق مع قواعد المؤتمر فيها؟ للأسف الشديد قواعدنا ملاحقة، الناس يتم اعتقالها، يتم تفجير البيوت، يتم قتل الناس يعني بالهوية لمجرد الانتماء للمؤتمر الشعبي العام، يتم يعني مصادرة أملاك الناس، ما يتم أو ما يمارس على المؤتمر الشعبي العام وقواعده في هذه اللحظات هي تصفية عرقية وتصفية يعني سياسية واجتثاث بكل معنى الكلمة. ونحن نتوجه من خلالكم إلى الحكومة الشرعية بنناشدها بمخاطبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بسرعة إيجاد أي تحرك عاجل لإيقاف ما يمارس على المؤتمر وعلى المؤتمرين في الداخل. وبالمناسبة أنا اطلعت على خطاب الأخ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بن دغر الموجه للعميد أحمد علي عبد الصالح والذي كان رائعا، لكن أحب أن أطرح ملاحظة بسيطة. هو دعا الأخ العميد أحمد علي عبد الصالح إلى تحديد موقف ما، ولكنه في اعتقادي أن الأخ رئيس الوزراء أو دولته قد نسي أن الأخ العميد أحمد علي عبد الصالح لا يزال يقع تحت عقوبة دولية وفقا لقرار أممي، فهذا يتطلب تحرك سريع من الحكومة ومن القيادة الشرعية ممثلة في فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي إن كانت فعلا طيب تريد أن تستثمر كافة القوى السياسية والعسكرية اليمنية المجابهة لهذه الميليشيات. طيب شيخ عصام، يعني حتى لا يكون هناك تأخر في الوقت وهناك يكون قمع أكثر بالنسبة لقواعد المؤتمر، لماذا لا يتحرك قيادات المؤتمر التي ليست عليها عقوبات دولية الآن وبشكل عاجل للانضمام تحت لواء الشرعية اليمنية؟ ويعني سفير اليمن خالد اليماني أرسل رسائل واضحة في بخصوص ما يجري في صنعاء في الأمم المتحدة والحديث عن حملات القمع والإعدامات التي تحدث بداخل صنعاء. هذه حقيقة، وللعلم الكثير من قيادات المؤتمر أساسا هي يعني مرتبطة بالشرعية من وقت مبكر، وبعض منهم كانوا تحت توجيهات يعني ينتظرون التعليمات وبإطلاق الشهيد الراحل الوصية المعروفة وإعطائه توجيهاته بالهبة كهبة رجل واحد. لم يبقى من قيادة المؤتمر إلا البسيط القليل. الآن نحن خرجنا من السفارة اليمنية في القاهرة وكان هناك عزاء
للشهيد الراحل تحت رعاية رسمية وبحضور كافة قيادات المؤتمر الشعبي العام الموجودة في القاهرة. وأنا بإذن الله أتوقع من كافة القيادات في المؤتمر أن تجمع قواها. وأنا أحذر الرفاق في المؤتمر في القيادات العليا من قضية التشظي ومن قضية من موضوع أن كل واحد يحاول أن يذهب بعيدا وقيادات كلا يصدر بيانا وكلا. هذا لن يخدم في هذا التوقيت إلا الأعداء فقط. فعلينا أن نلتقي وأن نلتف تحت قيادة واحدة وهناك القيادة الشرعية كحكومة دولة وكحكومة ممثلة في الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي. وعلينا أن ننطلق سويا لتشكيل جبهة عريضة وطنية أولا من كل القوى السياسية لمواجهة العدوان لمواجهة عدوان الحوثي وما يقوم به في الداخل من عبث واستهتار ومصادرة للأرض والإنسان. إذن هو موقف يجب أن يسجل في هذه اللحظات شيخ عصام شريم، ولا بد أن يعني يتخذوا بقية القيادات المؤتمرية في الأراضي اليمنية أو خارجها حتى بالاصطفاف حول الشرعية اليمنية ويعني العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومواجهة الميليشيات الانقلابية. شكرا لك رئيس فرع المؤتمر بالحديدة الشيخ عصام شريم، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك أستاذ البراء، سمعت ما تفضل به ضيفي، هناك دعوة وهناك كما يبدو أنه رغبة لديه بالتحرك ضد الميليشيات الانقلابية. هل هذا الأمر ينطبق فقط على القيادات التي هي خارج البلاد، أم أن ذات يعني الفرصة لو أتيحت لمن هم بالداخل سيقومون بذات التحرك؟ أنا يعني متأكد أنه لو كان هناك تحرك ميداني حقيقي الكثير من قيادة المؤتمر ستصطف الآن مع الحكومة الشرعية. الرسائل التي بعثها الرئيس هادي هي رسائل جيدة، أعلن أنه مستعد أن يعلن عن أو أعلن عن عفو عام لكل الوحدات التي ستنضم للحكومة الشرعية، وأعتقد أن هذه خطوة مهمة للغاية. ما يتبقى الآن حقيقة هو توحيد الجبهة الداخلية باتجاه هدف مشترك بعيد عن الخطابات الطائفية. الخطاب الطائفي سيفرغ القضية اليمنية من محتواها وسيبعدنا بعيدا ويدخلنا في صراعات بعيدة يعني ليس لنا دخل فيها داخل الأرض اليمنية. الرسالة التي وجهها مثلا عصام شيرين رسالة مهمة، هذه يجب أن يتم التقاطها ومحاولة التواصل. يعني في الأخير أبناء الأفراد المؤتمر الشعب العام هم موجودين في كل المحافظات، بإمكان فتح خطوط تواصل معهم ومحاولة إيجاد معهم ما هي الفرص المشتركة التي يمكن البناء عليها للانتقال نحو المستقبل وعدم الانتظار والتأخر. ومرة أخرى نحذر مرة أخرى من التباطؤ. طيب برأيك الآن أستاذ البراء بالنسبة للمشهد في صنعاء، هل يبدو بهذا الشكل المظلم؟ هل هناك يمكن الحديث عن تواجد لمنظمات دولية يمكن لها العمل على الأقل على توثيق ما يجري وما يحدث بداخل هذه العاصمة؟ لا، يعني صعب جدا أن تتواجد الآن في هذه الظروف أي منظمة دولية. المنظمة الدولية الوحيدة التي كانت تعمل إلى حد ما هي الصليب الأحمر، وكانت فقط في مرحلة معينة وأثناء الاشتباكات كانت تحاول أن مثلا تجلي بعض المدنيين أو توفر بعض سيارات الإسعاف فقط. ولكن المنظمات الدولية في ظل الميليشيات لا تستطيع أن تعمل. طيب هل هذا يبرر عدم وجود بيانات؟ يعني خالد اليماني يتحدث كما صرح لقناة بلقيس عن 1000 قتيل خلال الأيام الأخيرة، لماذا ليس هناك على الأقل بيانات بخلاف بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟ أنا أعتقد أنه نحتاج إلى توثيق مثل هذه الأرقام. عندما نتحدث عن 1000 قتيل بإمكاننا ببساطة شديدة أن نتواصل مع المنظمات مثل Human Rights Watch أو منظمة العفو وتزويدهم ببيانات هؤلاء الأشخاص بأرقام التواصل مع أسرهم والضغط عليهم لإصدار بيانات. هذا أمر سهل جدا ولكن يحتاج أن يكون العمل فيه قليل من المؤسساتية، أن تكون هناك عمل تحرك مؤسساتي ماشي بالاتجاه مع العمل الدبلوماسي الذي يقوم به السفير خالد اليماني. طيب يعني الآن بالنسبة لي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ إلى اليمن، يبدو أنه لم يصدر إلى الآن بيان حول يعني الحادث حول ما جرى، فقط اكتفى
كما يبدو بالمطالبة بإخلاء العاملين في المجال الإنساني. هل هذا يعني الموقف ينم عن قلة في المعلومات أم يعني تجاهل للوضع الحاصل؟ أنا أعتقد أنه ينم عن عجز وضعف وعدم مقدرة على اتخاذ أي موقف الآن. الآن أنا بتصوري الشخصي جهود المبعوث الأممي التي كان يحاول خلال الفترة الماضية على الأقل مبادرتي فيما يتعلق بمطار صنعاء وميناء الحديدة، أعتقد أنها الآن ذهبت أدراج الرياح. المشروع أو التسوية السياسية أنا أعتقد أنها قوضت وانتهت. فرص الوصول إلى مباحثات سياسية حقيقية قد تكاد تكون منعدمة. في الأخير وجود طرف فقط واحد مسلح يسيطر بشكل كامل على العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية يجعل من مهمة أي مبعوث وأي وسيط صعبة للغاية. المبعوث الأممي أنا أعتقد أنه قد يكون من الوقت حان الوقت لتغيير المبعوث الأممي وتكون هناك مقاربة جديدة للمشهد توصف المشهد مثل ما هو عليه، أن هذه ميليشيات تسيطر على صنعاء لا يمكن الوصول إلى تسوية إلا إذا كانت مستعدة بتقديم تنازلات أمنية وعسكرية. بدون الوصول إلى اتفاقيات ومقاربات أمنية وعسكرية سيكون من الصعب الوصول إلى أي تسوية سياسية. وأعتقد أنها فقط محاولة إسقاط واجب عندما قال أنه الآن حان الوقت أكثر من أي وقت مضى للوصول أو إلى توقيع اتفاق سياسي بين اليمنيين. طيب يعني هل حتى مسألة ما يحدث الآن بصنعاء يحتاج إلى انتظار توثيق معلومات أم أن ما يرد من أخبار يكفي على الأقل لأن تقوم هذه المنظمات الدولية بعمل تنبيهات أو نداءات عاجلة لاحتواء الوضع الإنساني وما يحدث بداخل اليمن وعدم تفاقم الأمر إلى أن يحصل ما يعني ما ليس بالحسبان إن كان لم يحصل بالفعل؟ أنا أعتقد أننا نحتاج أن يكون هناك القليل من العمل المؤسساتي. أتمنى مثلا على سبيل المثال أن تكون مثلا مكتب وزارة الإعلام في محافظة مأرب تقوم بتوثيق أي انتهاك يحدث على الصحفيين داخل صنعاء أو عمران أو حجة أو ذمار أو أي محافظة تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، ثم توثق هذه المعلومات وتتواصل مباشرة مع المنظمات الدولية. إذا كنا فقط الهدف الآن هو إصدار بيانات، لأن إصدار البيانات وحده لا يكفي هو تنبيه لإنقاذ يعني الأزمة، هي عملية تنبيه أستاذ البراء. نعم، ولكن أنا تصوري أننا نريد القليل من العمل المؤسساتي، لأنه فقط أن نعتمد على أخبار في الأخير لا يمكن لأي جهة أن تعتمد على إشاعات. يجب أن تكون هناك مصدر موثق ويكون التوثيق بناء على تواصل حقيقي مع أفراد، أن يقول مثلا نحن تواصلنا مع كذا كذا أسرة وهذه أرقام الأسر، هؤلاء أفرادهم، هذا أخوتهم، هذا والد هذا الصحفي أو ذاك، من أجل أن يكون لدينا بناء لماذا سيكون في المستقبل. لأنه الآن أنا خوفي أننا نكرر الخطأ الذي ارتكب في السابق، لا يكون هناك توثيق، لا يكون هناك عمل مؤسساتي، ثم ننتظر ونصيح أين هي المنظمات الدولية. أستاذ البراء، هناك فيديو اليوم مثلا، يعني ألا يمكن هذا أن يبني قضية؟ هذا الفيديو يوثق شيء واحد الآن، هو يوثق أن هناك انتهاك واعتداء طال مسيرة سلمية على نساء، ولكن لا يوثق على سبيل المثال كم عدد النساء الذين تم اعتقالهم، لا يوثق كم هم الآن تحت الإقامة الجبرية، لا يوثق كم عدد الذين تم إصابتهم إصابة بليغة. هذا يحتاج إلى توثيق، نحتاج التواصل مثلا مع الأخت أمل وغيرها من الذي كانوا مشاركين حتى نكون لدينا بيانات واضحة. والنقطة المهمة حتى لا يضيع هؤلاء الأشخاص، لأن إذا تم إخفاء شخص ونحن لا نعلم عنه بياناته ولا نتواصل مع أسره، سيكون من السهل على جماعة الحوثي بعد ذلك إخفاء المزيد من الأشخاص. أشكرك سياسي وناشط الحقوقي الأستاذ البراء شيبان، كنت معنا عبر سكايب من لندن في حلقة اليوم، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولكل الضيوف الذين كانوا معنا المشاركة في الوقفة بصنعاء اليوم، السيدة أمل يحيى وكذلك الشيخ عصام شريم رئيس فرع المؤتمر بالحديدة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.